في صباح يوم الجمعة في الخامس من كانون الثاني يناير من العام 1996، صوت انفجار يخرج من بيت في شمال قطاع غزة، ليجتمع المئات حول الحدث يتساءلون عن سببه وتداعياته. وبعد دقائق تبدأ مساجد غزة بالنداء عبر مكبراتها الصوتية عن استشهاد المهندس الفلسطيني يحيى عياش، لتمتلئ الصحف والإذاعات المحلية والإقليمية بالخبر الذي خرج لأجله مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني يشيعون مهندسهم المبدع في جنازة شكلت استفتاء شعبيا واسعا لصاحب الدم والقضية. كيف تمت عملية الاغتيال؟ وصل يحيى عياش إلى قطاع غزة آتياً من الضفة الغربية بعد أن أصبح المطلوب الأول للاحتلال، لتسخر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كل إمكانياتها في محاولة للوصول إلى أي إشارة لتحرك المهندس. فنصبوا الكمائن في المدن والمخيمات والغابات والكهوف، واقتحموا مئات البيوت والأماكن في الضفة الغربية. وبعد 5 سنوات من عمليات البحث، تمكن الشباك من الوصول إلى معلومات عن موقع المهندس وتسلله إلى قطاع غزة. حدد العدو أن بيت أسامة حماد هو البيت الذي يتخذه المهندس ملجأً له. هذا البيت كان يتردد إليه كمال خال أسامة الذي جندته المخابرات الإسرائيلية عميلاً لها، ليتمكن كمال من إعطاء يحيى عياش هاتفاً محمولاً بهدف التواصل مع والده في نابلس. الهاتف الذي زرع فيه الاحتلال 50 جراماً من المتفجرات لاغتيال المهندس، بعد أن تمكن من قتل ما يقارب 76 إسرائيلياً وجرح ما يزيد على 400 آخرين في عمليات استشهادية وتفجيرية أضافت بعداً تقنياً وعسكرياً جديداً في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. الساعة 9 صباحاً يتصل والد المهندس بنجله يحيى للإطمئنان، وفي مكالمة لم تتجاوز الثواني كآخر اتصال بين الأب ونجله عبر الهاتف الذي زرعه العدو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمعني. تضرب تلفونات وبتسوي وما فيش حدا بتجاوز. خربان بعطي مشغول، أنا بديش أتصل على التلفون هذا. ماشي. يعني شغال التلفون الثاني؟ طيب أنا بضرب عليه الوقت. لا خليك أهو. خليك. رحل المهندس الأول لكتائب القسام بعد أن شكل قوة مقاومة من المهندسين المبدعين يزرعون الأرض غضباً وقمحاً وقنابل. ينطلق في هذه اللحظات صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كيلومتر وبقوة تدميرية هي الأكبر بفضل الله.